Determine the horizontal displacement of joint B of the truss. Each member has a cross-sectional area of 400 millimeter squared will be 200 gigapascal. We'll use the method of virtual work. يعني هنستخدم unit load عند النقطة اللي مطلوب حساب الديفليكشن عندها اللي هي نقطة B في الاتجاه المبين أو المطلوب اللي هو horizontal displacement. وبالتالي نفس الاتجاه بتاع الأربعة. عندنا 4 و5، أقدر أقول الأربعة دي تيجي هنا على طول لأن هنا مفيش horizontal، يبقى دي إكس بأربعة. لو خدت المومنت عند نقطة A وبعدين دي إكس يمر، يبقى عندنا دي واي يضرب في 2 ماينس 5 في 2 وبلس 4 في 1.5. يطلع الدي واي 2 لفوق، هنا في 5، يبقى الاي واي ب3. طبعا ده للاكتوال لودز. نجيب القيم تنشن والكمبريشن في كل منبر. طبعا هندرسه على الرسم على طول، الكلام ده مر علينا، المفروض ما ناخدش فيه وقت في الامتحان كتير. تقدر تعمله على الرسم مباشرة. هنا 4، يبقى ده مقابل 4 تنشن كتبتها هنا. ده ما معوش حد يبقى زيرو. ممكن نقول لو وقفت في النقطة دي هنا في 4 يمين، يبقى ده 4 تنشن. طبعا أنا بنقل الحاجات دي على طول في الجدول هنا، يعني الأربعة تنشن دي اللي هي البي سي جت هنا، والأربعة تنشن في الأي دي جت هنا، الصفر أهو. طيب هنا ممكن آخد من تحت اللي هو السي دي، ده لفوق، يبقى ده كومبريشن سي دي ب3، لا ب2، دي واي ب2، يبقى 2 كومبريشن. فاضل المايل ده ممكن ناخده من هنا أو هنا، طبعا ده صفر، فسيجما الـ Fy يساوي صفر. عندنا الـ Ay ب3 لفوق، يبقى ده كومبريشن، يبقى Ay ماينس 5 في 1.5 على 2.5، ده 3، يبقى نضربه في 5 في 2.5 على 1.5 يطلع 5 كومبريشن، اللي هو ده. كده جبنا الـ Actual Forces في كل Members نتيجة الـ Actual Loads. نحط يونت لود في الاتجاه المبين اللي هو عند بي. لو حطيت واحد هنا من غير ما احسب حتى الرياكشنز، طبعا ده واحد، يبقى ده واحد، يبقى ده واحد تنش اللي هو البي سي اهو، وهنا واحد، يبقى ده واحد تنش اللي هو الاي دي. ده صفر، يعني مش حد، يبقى الاي بي بصفر. نقول كمان لو خدت المومنت هنا 1 في 2، ده موجب الـ AY هيبقى لتحت في 2، يبقى الـ DY برضو بواحد لتحت. معنى كده ان ده المسافة دي 1.5، مش 1، 1 في 1.5، والـ DY في 2، يبقى 1.5 على 2.75 لتحت، يبقى الـ CD 0.75 وتنشن، 0.75 وتنشن. ممكن من سيجما الـ FY هنا، ده تنشن 0.75، ده لازم يكون كومبريشن، هضربه في 1.5 على 2.5 يساوي 0.75، يبقى هو بيساوي 1.25 كومبريشن. الـ L طول الـ BC والـ AD 3، طولهم 2، آسف 2، الـ BC والـ AD طولهم 2. الرأسيات الـ AB والـ CD 1.5 أهو، والمايل ده ب2.5 اللي هو الـ AC. نضرب 0 في 0 في 1.5 في 0، سالب في 2.5 يطلع بوزيتيف، هنا بوزيتيف، 1 في 4 في 2 ب8 بوزيتيف. هنا الوحيد اللي نيجاتيف 0.75 في ماينس 2 في 1.5. نجمع دول اللي هو حاصل ضرب الـ small n اللي هي اللودز نتيجة الـ virtual load، اليونت لود
او virtual unit load، ال A نتيجة ال actual load، وال L الطول. ونقسم كل الكلام ده على A الثابتة اللي هي 400 مليمتر سكوير، يعني نضربها في 10 أس سالب 6 عشان نحولها لمتر أس متر تربيع. الميتين في جيجا يعني 10 أس 9. طبعا ده عبارة عن N في N في N، في كيلو نيوتن وهنا في كيلو نيوتن. معنى كده وهنا في الحتة دي واحد في دلتا بي كيلو نيوتن، فيبقى هنا في كيلو نيوتن وكيلو نيوتن وهنا كيلو نيوتن واحد، فواحدة تروح مع واحدة يتبقى واحدة اللي هي 10 أس 3. يطلع الناتج زي ما احنا شايفين في 10 أس 3 متر، أشيل دي يبقى ملي، يبقى 0.367 ملي متر. طلع بوزيتيف، معناته الاتجاه اللي أنا فرضه هو نفس اتجاه الديفليكشن. يبقى استطالة البي القيمة دي اتجاه الليفت.